هيدي اول حركه شفناها منه ببعض احمد ابراهيم. حلو يا احمد. احمد ابراهيم عم يدافع عليه كومبالي مدري شاط مسجل احمد راكوسيفيتش برد ديفنسيف ريباوند وبوبو بيسجل اولى نقاطه بالجيم. بيعمل البيك راكوسيفيتش بيك راكوسيفيتش بيعمل موف بيروح على السله بيسجل راكوسيفيتش كمان عم يعمل له البيك من احمد بيخترق احمد بيعمل له شو حلو هاي الموف شو حلو هالسبين موف يا وصل لعز الدين بوبو بوبو اخذ التسديد على الارض سجل بوبو بنجاح بقلب الكوتر جيبسون اخذ التسديد الثلاثيه وسجل جوناثان جيبسون جوناثان جيبسون بمرر تحت السهل اي لاف ذيس جيم فاست بريك احمد ابراهيم يعطيني ترينر لانتوني ارلي على الخلف افضل شوت بلوكر بالليج ب 2.5 ارلي بيخترق بسجل لانتوني عم يطلع هو بالطابه لانتوني ارلي بموصلها لراكوسيفيتش يلي بيستعرض مقطوعه من عزيز بيعمل ستيل عزيز عزيز بروح بالفاست بريك وارلي بتابع بنجاح جيبسون رجع على ارض الملعب عزيز بيعمل سكرين جيبسون بفضيلك لانتوني ارلي بيسجل بنجاح نقطه 11 لانتوني يعطي العزيز تسديده ثلاثيه بيسجل عزيز بعد عنده وقت كثير اندرو كوبالي جيبسون شو حلوه التمريره اندرو بيخسر طابه عزيز عم يطلع بالفاست بريك عزيز بمرر لك لانتوني ارلي يلي بيسجل نقطه 17 تحت السلة أحمد إبراهيم لهلا السلة وحدة تقريبا بدقيقتين جوناثان جيبسون مدري شاط بسجل جوناثان جيبسون جيبسون كمان على ديفنسيف ريباوند جيبسون أخذ التسديدة الثلاثية وسجل عن الأرض كمان ما بيرجع جوناثان جيبسون كمان على ديفنسيف ريباوند عم يعمل شغل كبير جوناثان بمر لأرني أحمد إبراهيم آي لاف ذيس جيم احمد اللي بيعمل البيك جوناثان جيبسون طلع من السكرين سجل جيبسون ريباوند كمان لكلي انتوني ارلي تاني ريباوند لكلي انتوني جيبسون وقف اخذ التسديده انت شو مشان هيك الوقت كان انتهى قبل ما يعمل كنترول جيمي جوناثان جيبسون لا 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 جوناثان جيبسون عم يسجل 19 خمسه لإله الريباوند لمين؟ توصل لحالها لعند احمد ابراهيم من الجهه الثانيه لا اي لاف ذيس جيم بيسترجع الطابه احمد بيعطي مين؟ كريم عز الدين لارضي تحت السله بسجل لانتوني جوناثان جيبسون كمان بمرر لاحمد ابراهيم بسجل نقطه 18 ارضي قطع من النص ما معقول لانتوني ارضي هذا بتوصل لاحمد اخذت تسديده بسجل احمد الحكمه عم يسيطر على الجيم راكوسيفيتش على السله بسجل راكوسيفيتش نقطه الثامنه يعطي احمد بيلعب معه البيك بروح على السله ما معقوله يا احمد يا ابراهيم هيدا ثالث بلوك شوت بمرر لعمر راكوسيفيتش بيتابع بنجاح بسجل نقطه العاشره جيبسون السادسة لجوناثان جيبسون عم يجرب يخلق السبيس اخذ تسديدة بعيدة تسديدة بعيدة ما معقولة جيبسون عملها سبعة ريبونت انت الملك 10,000 دولار منا بعيدة لجوناثان جيبسون عمر جمال الدين بيخترق توصل لراكوسيفيتش يلي بيسجل نقطة 12 كثير الريكورد لحاله بنفرج فيه عزيز خلوا كثير هالدرايف خمس نقط لعزيز جوناثان جيبسون بمرر لراكوسيفيتش والاخير بسجل نقطه ال 14 تسديدة السيكويك كمان السيكويك عم ينجح تمريرة بتوصل للسيكويك كمان بسجل للمرة الثانية على الدوالي عزيز عبد المسيح بيخترق بمرر حلو التمريرة نقطتين عم يسجلهم علي فرحات
تسديده ما بتنجح، راكوسيفيتش بلم الريباوند. ومحيط عليه سوليسيي لنيك راكوسيفيتش.